السلام عليكم متتبعي الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اختاريت ندير لكم هذا الفيديو باش نشرح لكم فيه طريقة إنشاء حساب جديد جيميل على الهاتف، خاصة وأن العديد من الأشخاص كيلقاو مشكل ملي كيبغيو ينشؤوا حساب جديد. حاولت أنني نصايب لكم هذا الفيديو ونشرح لكم فيه طريقة اللي هي سهلة جدا وما كتحتاج مراحل كثيرة. أولا غادي نمشيو للجيميل، من بعد غادي نمشيو لهاد الايقونه اللي الفوق ونبركو عليها، من بعد غادي نمشيو اجوتي ان نوتر كونت، من بعد غادي نمشيو لجوجل، من بعد غادي نمشيو لكري ان كونت بور مو. من بعد كتخرج لينا هاد الصفحه كيف كتشوفوا اللي غادي نكتبوا فيها الاسم واللقب ديال الحساب. فانا نعطيكم مثال باش نوضح لكم به، ولكن نتوما غادي تكتبوا الاسم واللقب اللي غادي تنشؤوا به الحساب. فمثلا هنا غادي نكتب مثلا ساره، وفي اللقب عفوا ساره، في اللقب غنكتب سليماني وغندير سويفو. من بعد كتخرج لينا هاد الصفحة اللي فيها غادي ندخلو تاريخ الازدياد والجنس، واش انثى ولا ذكر. انا غادي ندير لكم مثال وانتوما غادي تدخلو تاريخ الميلاد ديالكم كيف كتشوفوا معايا هنا. عفوا سمحوا لي التليفون تبلوكالي. هنا غادي نكملو لاني، غنكملو الفيفري لاني هنايا كيف كتشوفوا معايا، وهنا نكملو التاريخ، وهنا غادي نديرو الجنس اللي هي فام ونديرو سويفو. ومن بعد كتخرج لينا هاد الصفحه اللي خاصنا نديرو فيها الاسم اللي نتوما باغيين تنشؤوا به الحساب ديالكم. فانا مثلا هنا غادي ندير لكم ساره سليماني، وغادي ندير ارقام 1 2 مثلا الى اخره كيف كتشوفوا معايا هنا، وندير سويفو. دابا تقبل لينا الجيميل، غير وكان بغيت نشير لكم واحد النقطه واللي هي يقدر ما يتقبلش الاسم اللي اختاريتو به الجيميل. في حاله الا ما تقبلش لكم تقدوا تغيروا فقط دوك الارقام ولا الاسم اللي اختاريتو وتعوضوه باسم اخر وغادي يقبل لكم، ولا في بعض الاحيان يقدوا هما يعطيكم جيميلات مقترحه تختاروا واحد منها. وكيف كتشوفوا من بعد هنايا عطانا صفحه اخرى اللي غادي نديروا فيها الرقم السري او المودوباس ديال الجيميل ديالكم. انا غادي نختار المودوباس، ولكن نتوما غادي ديروا المودوباس ديالكم الخاص بكم وفي الاخير غادي تحتفظوا به. كيف كتشوفوا هنايا غندير ساره، وغندير 1 2 3 وغندير سويفون. من بعد كيف كتشوفوا كتعطينا هاد الصفحه هادي، هنا في الوسط كاين الرقم الهاتف. الا بغيتوا تنشؤوا الحساب ديالكم برقم الهاتف كتكتبوه في هاد الاطار، ما بغيتوش كتهبطوا للاسفل وكتبركوا على انيوغي، تبركوا على انيوغي. من بعد كتضغطوا على سويفو كيف كتشوفوا معايا، كنبركوا على سويفو. من بعد غادي نطلعوا بالشاشه حتى الاسفل وكتبركوا على جاكسبت، عفوا كتبركوا على جاكسبت. غادي يبقى يتليشارجا الحساب ديالكم حتى يتقبل. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واللي عنده شي سؤال ولا لقى شي مشكل اثناء انشاء الحساب يكتبها ليا في بلاصه الكومونتير وانا نجاوبكم. ما تنسونيش بلايك وابوني، هذا فضلا وليس امرا. كنشكركم كاملين وشكرا.